تابعين بنيسان ويك على اوتو فوكس اكيد، ودائما معنا بترا معلوف اللي هي سينيور سيلز كونسلتنت بشركه ريمكو. بترا، يعني عم نشوف الاين اوف فيري نايس كارز، فيري افوردبل كارز، بنفس الوقت سيارات فيها اوبشنز كثير مهمه، واليوم كمان عنا سياره كومباكت بس بكثير سربرايزز فينا نقول، يلي هي النيسان ميكرا. هي نيسان ميكرا، نيسان ميكرا اللي بصراحه ما عندها منافس بالسوق، لانه عم نحكي عن سياره صغيره وكبيره بنفس الوقت. سياره قدرنا يكون التارجت تبعنا الكبار الصغار والعائله مثل العاده. هلا بنشوف اكيد الانتيريور تبعها قد ايه واسعه، والسياره بتجي اللي بيميزها الانجن تبعها، اتس 1.5 انجن. كان عندنا اوبشن يكون عندنا 1.2 مثل ما موجود بالسوق، ولكن نحن فضلنا نجيب 1.5 بيناسب اكثر طرقات لبنان بالنسبه للجبال اللي عندنا اياه هون، وبالنهايه بيعطي مصروف احسن للسياره لانه بالنسبه لحجمها عم تدعس لها مرتاحه كثير. يعني 1.2 بتطلع بصعوبه بكل تعب الانجن. على الاكيد فيليب باكد لك ثلاث اربع اشخاص بالميكرا مدورين اي سي طالعين طلعه جبل، على اكيد بتمشي السياره. مسؤوليتي 100%. عم تسمعوا بترا، يعني اذا صار شيء معكم دغري بتجي لعنا. اكيد سياره حلوه كمان بنفس الوقت، وما ننغش بكبرها، لانه بنقول اوكي صغيره بس لا فيها كثير وسعه. بفئتها اوسع سياره بالسوق بالنسبه لحجمها. يعني انجينيرنج وايز كيف بيعملوا ستراكشر تبع السياره، نيسان ملاحظه بكذا سياره خصوصا بالتيدا، انه السبيسز كثير مدروسين، يعني واحد يكون قاعد فيها مش حس حاله بهيك علبه صغيره او شيء منه. صح، بكون قاعد مرتاح، خاصه عندنا مسافات كمان طويله بلبنان. بتجي بكثير الوان؟ كنت جاي اقول لك انه الالوان تبع الميكرا كثير مهضومين ومميزين. في عندنا الاحمر، عندنا الابيض لولو اللي عم تشوفوه ورايي، في عندنا السيلفر، عندنا الدارك جراي، وعندنا الاسود. الوان بتناسب كل الاذواق. So basically it's a fun color, a fun, exactly. fun car يعني. Yes. خلينا ندخل لداخل السيارة، رح اترككم اكيد بترا انت بتفرجينا. اوكي. Go ahead. سيارة مريحة كثير، تابلو دوبور تبعها مثل ما عم بتلاحظوا، هيدا صوت المفتاح لأن قاعد جوا. التابلو دوبور تبعها عصري مثل كل سياراتنا، مثل التيدا وميكرا وغير سيارات رح نشوفهم كمان. فيها اكيد الراديو سي دي، بيقرا ام بي 3، في للاوكزيليري كمان، بتجي اثنين اير باجز، فيها الاي بي اس اي بي دي وبريك اسيست، سيفتي فيتشرز مثل العاده، برجع بكرر انه موجودين على كل سياراتنا. مصروف بنزين كثير حلو، هيدا اهم شيء، كثير بتناسب لبنان وطرقات لبنان. اوكي. حسب ترانزميشن كمان شو فينا نحكي عن ترانزميشن؟ اوتوماتيك نحن عم نجيب، اوتوماتيك ترانزميشن اهين للسواقه، خاصه لطرقات لبنان. انا بدعي الكل يجي يعمل تست درايف عنا على أوكي. كل انواع السيارات، تست درايف موجودين عنا افيلبل بالشورومز. انا والشباب موجودين كل يوم، بس بياخذوا موعد منا اكيد فيهم يعني عبر بيشوفونا او بالشورومز مثل ما كنا درجة حكينا، او على صفحتنا على الفيسبوك صفحه ريمكو او تويتر، او على الويب سايت تبعنا www.rimco.com. لاحظت شغله انه على الفيسبوك يور فيري اكتف، كان تكون كثير عندكم كثير لايكس، عندنا كثير بارتيسيبنتس، which is great. عندنا اكثر من 43,000 شخص موجودين على صفحتنا على الفيسبوك. نايس نايس، ذاتس نايس جريت نمبر. حتى شوف فوغ لايتس كمان بالسياره. اكزاكتلي، اذا بتلاحظ الديتيلز فيها فيليب، الكرام الموجود بالسياره هو اللي الموجودين كمان على الشو سايدز تبعها حتى يكونوا عم يحموها، الفوغ لايتس لطرقات لبنان، الالوي ويلز. سو كامل كامل تو جريدز بالميكرا. اوكي، في تو جريدز هون عم شوفها الهاي اند. ايه بس ما بتفرق كثير عن البيزك. كل الاكسسوارز فينا نرجع نزيد عليها، شو بيطلب الزبون نحن عندنا موجودين اكسسوارز كلهم بنزيدهم. شو الاسعار تبع عاملين سبيشال اوفر هلا على الميكرا؟ رح يكون عم بيكون حقها 14,900 مسجله خالصه مع التفئه موديل 2014. سعر بالنسبه لحجمها للانجن تبعه وللفيتشرز بفتكر top of the line. top of the line. Exactly. بترا thank you مره جديده. يعني كمان رح نتابع باسبوع نيسان مثل ما كنت عم تعرفوا على اوتو فوكس، عم نشوف سيارات مع اوفرز كثير مهمه، بس المهم اكيد انه تزوروا الشوروز اللي كنا عم تخبركم عنه اكثر بترا، وكمان الفيسبوك بيج، وما تنسوا موقع wheelers.com.lb بترا فيكم تشوفوا البراند نيو كارز والسيرتيفايد بري اون يلي موجودين بلبنان. نحن من اوتو فوكس بنشوفكم بكره بنفس الاوقات. thank you.